بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار العربية من تلفزيون جمهورية الصومال الفدرالية، والبداية بالعناوين. دولة رئيس الوزراء يبحث مع ممثلي المجتمع الدولي عملية الانتخابات. محافظ بنادر يترأس مؤتمرا حول توعية المجتمع بمخاطر فيروس كورونا. الجيش الوطني يكبد ميليشيات الشباب خسائر فادحة بمحافظة باي. منظمة التعاون الإسلامي تندد بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض. وزيرة الخارجية السودانية تلتقي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي. أما الآن مشاهدينا الكرام، فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ومعكم إبراهيم أزهري. بحث دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين ربل اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحث مع ممثلي المجتمع الدولي سبل تعزيز المحادثات بين الحكومة الفدرالية والولايات الأعضاء حول اتفاقية الانتخابات وتوصيات اللجنة الفنية، الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومة الفدرالية واتحاد المرشحين في 25 فبراير الجاري بالعاصمة مقديشو. ترأس محافظ بنادر وعمدة العاصمة مقديشو السيد عمر محمود محمد فيليش اليوم الأحد مؤتمرا حول تعزيز حملات التوعية الشاملة ضد فيروس كورونا كوفيد-19 لسكان العاصمة مقديشو. وشارك في المؤتمر نواب محافظ بنادر. قتل الجيش الوطني 9 من عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك خلال تصديه لهجوم فاشل شنته الميليشيات على منطقة قنصحليري بمحافظة باي. وأكد نائب رئيس منطقة قنصحليري للشؤون الأمنية السيد محمد مختار عبدي في تصريح لإذاعة القوات المسلحة أن ميليشيات الشباب المتطرفة تكبدت خسائر فادحة، حيث تم قتل 9 منهم وإصابة 12 بالإضافة إلى اعتقال آخرين. وأشار السيد محمد مختار إلى أنهم كانوا على علم بمؤامرة العدو واستعدوا لذلك، مضيفا أن قوات الاتحاد الإفريقي في المنطقة وقوات الدراويش تطارد الهاربين من فلول الميليشيات. وعلى صعيد متصل، أضاف نائب رئيس منطقة قنصحليري أنه تم تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة وضواحيها أسفرت عن مقتل 3 من ميليشيات الشباب المتمردة وضبط دراجات نارية كانوا يستخدمونها لإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء. وفي الختام، دعا السيد محمد مختار عبدي الحكومة الفدرالية وولاية جنوب الغرب إلى دعم العمليات التي تنفذها القوات في المنطقة، وذلك للقضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة. ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم الأحد بشدة، ندد بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض وعدد من وأشاد الأمين العام بالقدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج. وأكد العثيمين أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. التقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي في مكتبها اليوم، التقت بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفي أونانقا
الذي يزور الخرطوم حاليا. ورحبت الوزيرة خلال اللقاء بجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام بالمنطقة، مؤكدة التزام السودان بتحقيق السلام وحل الخلافات الحدودية مع دول الجوار سلميا. من جانبه أشاد المبعوث الخاص بمتانة العلاقات بين السودان وجنوب السودان وحرص البلدين على تعزيز هذه العلاقات الأخوية المميزة، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها السودان لتحقيق السلام في الإقليم ورئاسته الفعالة للإيجاد والاستضافته للاجئين في شرق السودان. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا العربية. كان معكم على الهواء إبراهيم أزهري، وفي الهندسة الفنية الزميل أحمد أويس، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.